وهي سلامة. لا تغسلين الدياي أبداً. هي؟ الأفضل تنزعين الجلد وعقب تطبخين الدياي على حرارة عالية إن كان بالشوي أو بالسلق. وتأكدي أثناء الطهي إن حرارة الدياي أقل شيء 75 درجة مئوية. تنظيف الدياي بالماء ما له علاقة بالنظافة. هي؟ خليني أشرح لك. هناك وايد مخاطر من تلوث جلد الدياي بالبكتيريا الخطيرة مثل السلمونيلا والإيكولاي وغيرها. ولما تغسلين الدياي رذاذ الماء يحمل هالبكتيريا ويوزعها في كل المطبخ. هالنصيحة تنطبق بعد على اللحم والسمك، لا تغسلينها. وبكل الأحوال الماء ما يقضي على البكتيريا، لكن أنت يا سلامة لازم تغسلين إيدك زين بالماء الساخن والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد الشغل على الدياي واللحوم النيئة، وخصصي لها لوح للتقطيع مختلف عن لوح تقطيع الخضار، وبعديه عن باقي المقادير أثناء تحضير الطعام. وعقب الاستعمال تغسلين اللوح زين بالماء الساخن والصابون، وما في مشكلة من مسحه بالخل بمحارم ورقية قبل الغسيل. وأكيد تنظيف مكان تحضير الأكل بنفس الطريقة. وعساكم دوم صحة وسعادة.